الثامنة من الميادين، أهلا بكم. وإلى العناوين: البرلمان البريطاني يرفض تأجيل بريكسيت وإجراء استفتاء ثان. السيد خامنئي يدعو إلى حشد كل الطاقات والقدرات الإيرانية لإلحاق أكبر هزيمة بأمريكا في تاريخها. بومبيو يعلن مغادرة جميع الدبلوماسيين الأمريكيين فنزويلا. وترامب يهدد باستخدام حق النقد إذا صوت الكونغرس برفض حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية مع المكسيك. أهلا بكم. رفض البرلمان البريطاني تأجيل بريكسيت لإجراء استفتاء ثان حول انسحاب المملكة من الاتحاد الأوروبي، وصوت 334 نائبا في مجلس العموم البريطاني ضد التعديل، فيما أيده 85 نائبا. وللمزيد معنا من لندن مراسل ميادين موسى سرور. موسى، يعطيك ألف عافية بداية، ماذا يعني هذا التأجيل وماذا في الخطوات المقبلة والسيناريوهات الآن أمام بريطانيا؟ نعم، يعني ما زال مجلس العموم رفض مجلس العموم ثلاث تعديلات على المقترح الذي تقدمت به الحكومة. الآن يجري التصويت على التعديل الرابع الذي تقدم به زعيم المعارضة جيرمي كوربن، والذي ينص على المطالبة بتأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى يتسنى للنواب الوصول إلى رؤية يجمع عليها أعضاء مجلس العموم البريطاني. وكأنه يقول أنه يريد البريكسيت المخفف أو الخروج المنظم الناعم من الاتحاد الأوروبي. الجديد بالذكر، لابد الإشارة إلى أن كان هناك تعديلا كان من المرجح أن يعني يقبل به أو يوافق عليه أعضاء مجلس العموم، وهو الذي ينص على تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن أن يعطى للبرلمان في 20 من الشهر الحالي زمام الأمور، وبالتالي أن يأخذ صلاحية التفاوض من الحكومة وتمنح للبرلمان. هذا التعديل رفضه مجلس العموم بأغلبية صوتين. بعد هذا التعديل الرابع الذي من المرجح أن يرفضه مجلس العموم الذي تقدم به جيرمي كوربن، سيصوت على المجلس العموم أعضاء مجلس العموم على الحكومي الذي تقدم به رئيسة الوزراء، والذي يطالب بتأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى نهاية حزيران إذا وافق مجلس العموم على خطة البريكسيت في قبل 20 من شهر آذار. يعني الأمور تتجه بشكل مؤكد إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ربما يتم التأجيل، لكن إذا تم التأجيل وفق مخطط الحكومة هذا يعني أن الأمور قد تتجه إلى المزيد من الفوضى، لأن رئيسة الحكومة كانت قد منيت بهزيمتين في البرلمان وفق الخطة التي تقدمت بها، وبالتالي لا يمكن لأعضاء مجلس العموم أن يغيروا رأيهم في هذه الخطة، وبالتالي الأمور ستذهب إلى المزيد من الفوضى في ظل أيضا الشروط التي تقدم بها بروكسل، التي طرحتها بروكسل بأن التأجيل يجب أن يكون لفترة طويلة، وهناك من أشار إلى أن التأجيل ربما قد يستمر لمدة عامين، وهذا ما ترفضه الحكومة البريطانية. هي فقط تريد التأجيل لنهاية حزيران المقبل، لأنها لا تريد الانخراط أكثر في الاتحاد الأوروبي، وتحديدا في الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي من المقرر أن تجري في 25 أيار المقبل. طب أمام هذا المشهد المتخبط، موسى، ما مصير الحكومة الحالية؟ هناك نوع من المؤامرات التي تحاك ضد رئيسة الوزراء تحديدا وضد خطتها. يعني البارحة كان هناك تصريح تلميح من وزير الخزانة، وهو يعد من أهم الوزراء في الحكومة في الهامون، بأنه يريد البريكسيت الناعم والبريكسيت المخفف، وطالب إلى أن يكون هناك توافق بين جميع الأطراف وجميع الأحزاب على رؤية معينة للخروج من الاتحاد الأوروبي، وكأنه يقول أن هذه الخطة، خطة رئيسة الوزراء، قد انتهى أمرها، وبالتالي
هذا الأمر ربما قد يصعب ويعقد المشكلة أكثر. أيضا لابد من الإشارة أن البارحة أيضا كان هناك تمرد من 4 وزراء في الحكومة البريطانية، وهم المحسوبون على التيار أو المعسكر المؤيد للاتحاد الأوروبي، عندما جرى تصويت على مسألة البريكزيت بدون اتفاق. يعني كان هناك مقترح للحكومة مفترض وفق قانون حزب المحافظين أن يلتزم النواب ومنهم الوزراء بهذا التصويت، لكنهم تغيبوا من هذا التصويت لأنهم لا يريدون مخطط الحكومة بأن يبقى مسألة بريكزيت بدون اتفاق على الطاولة. هم يعتبرون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق هو خروج مدمر للاقتصاد وللحياة السياسية والاجتماعية في بريطانيا، وبالتالي يعني هذا المعسكر موجود في حزب المحافظين، إلى جانب أيضا المعسكر الآخر وهو المعترض تماما على الاتحاد الأوروبي، الذي يرى في الاتحاد الأوروبي الاتحاد المهيمن على بريطانيا، ويعتبر أن بريطانيا هي دولة تابعة للاتحاد الأوروبي ويريد الخروج حتى ولو كان من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي. طيب، إذا ما أردنا ربط كل هذا موسى بما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لناحية إجراء استفتاء ثان حول خروج بريطانيا، أنه أمر غير ممكن وسيكون بالتالي غير منصف، وأعرب عن دهشته من ما يجري في بريطانيا، كيف لنا أن نربط بهذا الموقف؟ يعني المتحدث بصميم السياسة البريطانية، موقف أمريكي طبعا، يعني معروف من رئيس دولة، من المعروف، نعم معروف أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب هو ضد الاتحاد الأوروبي ويرفض أن تبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وقال صراحة حتى أثناء موسى رئيس الوزراء. نعم، ممكن تعيد؟ عفوا، لأنه فقدنا الاتصال معك، إذا أمكن أن تعيد إجابتك من البداية لو سمحت. نعم، موسى، أقول أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب لطالما كان يردد دائما أنه معارض لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وقد كان له انتقادات لادعة على سياسة تريزا ماي في مسألة التفاوض، وحتى كان له يعني اليوم تصريح في حضور رئيس وزراء إيرلندا، جمهورية إيرلندا ليوفيد كار، لأنه يعارض فكرة إجراء استفتاء ثاني، لأنه يعلم ويدرك جيدا أن إجراء استفتاء ثاني في بريطانيا. طيب، في ضغوط أمريكية ممكن بهذا الموضوع على بريطانيا؟ بالتأكيد هناك ضغوط أمريكية تحديدا من الإدارة الأمريكية على الحكومة البريطانية، الإدارة الأمريكية تفضل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهذا واضح جدا، والحكومة وتحديدا صقور الموجودين في الحكومة البريطانية يريدون الخروج لأنهم يراهنون على أنه في المستقبل ربما قد يكون هناك علاقات تجارية مميزة مع واشنطن، هم يسمحون بهذه العلاقات على وتماهي بالقرارات السياسية أيضا، ليس فقط لناحية الاقتصاد. موسى، نعم تماما، يعني هذا الأمر تجلى في مسألة حظر الجناح السياسي لحزب الله، هم أكثر التصاقا الآن بالإدارة الأمريكية من الاتحاد الأوروبي. نعم، بخلاف رأي الاتحاد الأوروبي كان للحكومة البريطانية موقف متميز أو ميزوا أنفسهم عن الاتحاد الأوروبي، و يعني قاموا بعملية حظر الجناح السياسي لحزب الله. يمكن السيطرة بالتالي على قرار بريطانيا عندما تكون منفصلة عن هذا الاتحاد ودول هذا الاتحاد. كل الشكر لك موسى سرور مراسل الميادين، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. إذن كما سبق وذكرنا، رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إجراء استفتاء ثاني حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير ممكن وسيكون غير منصف. وخلال لقائه رئيس الوزراء الإيرلندي في البيت الأبيض، أعرب ترامب عن دهشته من سير الأمور في بريطانيا على نحو سيء، ولا سيما في قضية الحدود مع إيرلندا. أنا متفاجئ من طريقة سير الأمور فيما يخص المفاوضات. لقد اقترحت على رئيسة الحكومة تريزا ماي طريقة كانت ستكون ناجحة لإجراء هذه المفاوضات، ولكنها لم تصغي إلي. كان من الممكن التفاوض بطريقة أخرى. لا أعتقد أن إجراء استفتاء آخر سيكون ممكنا، لأنه سيكون غير منصف للغاية بالنسبة للذين فازوا.
إنه وضع معقد وهو عار لا يوجد سبب لحصول ذلك. كان عليهم إجراء التصويت ومعالجة المواضيع بسلاسة بعد ذلك، ولكن هذا لم يحصل، والقضية المتعلقة بالحدود مع إيرلندا هي الأكثر تعقيدا. رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك أعلن أنه سيطالب زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد بتأجيل موعد بريكسيت فترة طويلة. وفي تغريدة على تويتر أعلن تاسك أنه سيوجه دعوة لتأجيل موعد البريكسيت لفترة طويلة خلال قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي المزمع انعقادها في بروكسل الأسبوع المقبل، ولفت إلى أن التأجيل سيتم في حال تحديد بريطانيا استراتيجية خروج واضحة. كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في محادثات بريكسيت ميشيل بارنيي أكد أن الاتفاق الحالي الذي أبرمته بروكسل ولندن بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو الاتفاق الوحيد المتاح. بارنيي أشار إلى أنه إذا كانت المملكة المتحدة ما زالت تريد مغادرة الاتحاد الأوروبي فإن معاهدة الانفصال بشكلها الحالي هي الوحيدة الممكنة والمتاحة، مؤكدا الحاجة إلى تصويت بناء وإيجابي على الاتفاق. دعا المرشد الإيراني السيد علي خامنئي إلى حشد جميع الإمكانيات والطاقات والقوى لإلحاق أكبر هزيمة بأمريكا في تاريخها. وخلال لقائه أعضاء مجلس خبراء القيادة شدد السيد خامنئي على ضرورة إيجاد حوار وفهم عميق عام حول كيفية مواجهة البلاد والأفراد المؤثرين للتحديات والحوادث. اليوم غزو الأعداء في حده الأقصى يعني أنهم يستخدمون كل إمكاناتهم وطاقاتهم، وفي المرتبة الأولى أمريكا وخلفها الصهاينة وإلى جانبهم وخلفهم الغرب وعلى الأعم الأوروبيون، وجميعهم حشدوا للحد الأقصى. وقد كرر الأمريكيون أكثر من مرة أن العقوبات التي فرضوها على إيران هي الأشد في التاريخ، وهم يقولون الحقيقة. وأنا قلت سابقا أن الهزيمة الأمريكية في هذا الموضوع ستكون الأشد في تاريخ أمريكا إن شاء الله إذا تحركنا بشكل سليم. لذلك من الضروري تعبئة كل الإمكانات، وفي مقابل هذا الغزو في حده الأقصى علينا تعبئة الإمكانات في الحد الأقصى. قائد مقر خاتم الأنبياء في الحرس الثوري الإيراني لواء غلام علي رشيد شدد على أن بلاده لن تبادر إلى الحرب. وخلال مناورات إلى بيت المقدس للقوة الجو فضائية في هرمسكان أكد رشيد الاستعداد التام للرد على أي عدوان، وأن طهران ستجعل الذين يهددونها نادمين على مواجهة الشعب الإيراني. لن نبادر إلى الحرب ضد أحد، لكننا سنجعل الذين يهددون إيران يندمون على مواجهة الشعب الإيراني. نحن لا نرحب بأي حرب، لكننا مستعدون للرد على أي عدوان على بلادنا، ونتمنى ألا يجبرنا المعتدون على جعلهم يدركون هذه القضية عمليا بتكبيدهم أثمانا باهظة. أكد رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي أن إلغاء الانتخابات الرئاسية جاء بناء على رغبة شعبية، فيما ستخضع الانتخابات الرئاسية لإشراف لجنة مستقلة. بدوي دعا المعارضة إلى الحوار وقال أن الأولوية حاليا هي لتأليف الحكومة ثم وضع الآليات اللازمة للندوة الوطنية. نحن في مرحلة مشاورات وسوف يكون فيها من كفاءات ومن إطارات، لأنها حكومة تقنوقراطية، فنأمل أن تكون المساهمة مساهمة الجميع في من كل الأطياف السياسية لنكون إن شاء الله في مستوى هذه المرحلة القادمة التي هي مرحلة قصيرة لا تتعدى السنة، وسوف يكون لهذه الحكومة عملاً ميدانيا وعملا لمواكبة ومرافقة هذه التحديات التي تنتظرنا كجزائريين. أما نائب رئيس الحكومة رمطان العمامرة فأكد أن مؤسسات الدولة ستستمر في أداء مهامها إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد. كل المؤسسات الدستورية ستواصل عملها إلى غاية ما يتم انتخاب وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد. هذا انطلاقا من مبدأ استمرارية الدولة، وانطلاقا كذلك من كون الحزمة حزمة الإجراءات التدابير السبعة التي
وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى المواطنين والمواطنات تشكل كلا لا يتجزأ وتساند كل هذه المحاور السبعة بعضها البعض. إذن ستستمر هذه المؤسسات، ستقوم بعملها كاملا مكتملا إلى أن ينتخب رئيس جديد. في السودان شهدت عدة مدن بينها العاصمة الخرطوم تظاهرات تطالب بتنحي الرئيس البشير. الشرطة السودانية استخدمت قنابل الغاز ضد المتظاهرين وشنت حملة اعتقالات شملت العشرات. التظاهرات انطلقت اليوم بدعوة من تجمع المهنيين ووصلت إلى ولايات غرب البلاد وشرقها. أعلن وزير الدفاع التركي خالوصي أكار أن بلاده تواصل العمل مع روسيا لإنشاء مركز تنسيق مشترك بشأن الأوضاع في إدلب. أكار أشار إلى أنه اتفق مع نظيره الروسي سيرغي شويغو الأسبوع الماضي على تسيير دوريات في إدلب، وأن هذا الاتفاق الجديد سيجعل العمل في المحافظة أوضح. ميدانيا، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي تحاصر آخر جيب لداعش في قرية البغوز شرق سوريا، أعلنت تقدمها داخل الجيب بعد اشتباكات وضربات جوية نفذها التحالف الدولي بقيادة أمريكا. قساد أوضحت أنها ثبتت عددا من النقاط الجديدة أثناء تقدمها في البغوز، وذكر بيان لها أن 15 مسلحا من داعش قتلوا بعدما حاولوا مهاجمتها. أعلنت المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أن الاتحاد خصص أكثر من مليار يورو كمساعدات لسوريا وللمنطقة للفترة بين عامي 2019 و2020. وفي كلمتها خلال افتتاح مؤتمر الدول المانحة في بروكسل، أعلنت موغيريني أيضا تخصيص 1.5 مليار لتركيا في الإطار نفسه. أتوقع إعلان تعهدات هامة اليوم. سأعلن تعهد الاتحاد الأوروبي في افتتاح المؤتمر الذي تم إعداده ليتماشى مع التعهدات التي أطلقت في السنوات الماضية وللتأكد من تطبيقها على الأرض. لقد طبقت، لكننا سنستمر في الضغط لتأمين الدعم الإنساني ليبقى الشعب السوري في قلب اهتماماتنا. من جانبه، أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن لا مجال أمام الدول المانحة للتهاون أو التعب في قضية دعم الدول المضيفة للنازحين السوريين. إن تأثير أزمة النزوح يتجه نحو المزيد من الخطورة، ما يؤدي إلى تفاقم تحدياتنا الاقتصادية والاجتماعية في المدى القريب. الاحتياجات لا تزال كبيرة، والتحدي في ظل موارد شحيحة يضع العلاقات بين المجتمعات المضيفة والنازحين تحت وطأة توتر شديد. هذه الظروف من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الاستياء وترفع احتمالات العنف، وبالتالي تهدد استقرار لبنان وتشجع النازحين على السعي إلى اللجوء في أماكن أخرى. لا مجال أمام الدول المانحة للتعب والتهاون. تشهد محافظة المهرة شرق اليمن المزيد من التوتر في ظل تصاعد الرفض الشعبي لوجود القوات السعودية والإماراتية وممارساتها. وحذرت قبائل المهرة من محاولات سيطرة التحالف السعودي على مناطق المحافظة الحدودية. أحمد عبد الرحمن والتفاصيل. الأسلحة على الأكتاف والأصابع على الزناد، قبائل المهرة اليمنية تتأهب كليا، وتحذيراتها تتوالى لكل من السعودية والإمارات من استفزازهما بالتصعيد واستحداث المعسكرات ونشر الجنود. القوات السعودية ردت باعتقال مدنيين من أبناء المهرة وإيداعهما معتقلا لها في مطار الغيضة، تصعيد واستفزاز سعوديان بعد أيام من اشتباكات بين قبائل المهرة من جهة وقوات مدعومة سعوديا من جهة أخرى، على خلفية رفض قبائل المهرة ومنعها مرور شاحنات مجهولة المصدر والحمولة أخرجت من منفذ شحن بأوامر سعودية. ليس أمام أبناء محافظة المهرة إلا الاندفاع نحو مواجهة هذا الصرف واستخدام أو حمل السلاح دفاعا عن أرضهم وعرضهم. التوتر سيد الموقف في المحافظة اليمنية الحدودية مع عمان، والمهريون ينجحون حتى الآن في كبح المشروع السعودي بالتوسع في محافظتهم، ويصفون الوجود العسكري السعودي الإماراتي بالاحتلال المرفوض. نحن أبناء المهرة لن نسمح
بالحرف بالواضح لن نسمح لأي كيان أو أي احتلال سعودي تحالف عربي سعودي أماراتي. ما بني على باطل مصيره الزوال، هكذا ينظر أبناء المهرة إلى تصرفات واستحداثات القوات السعودية أو ما يصفونها بقوات الاحتلال على الأرض، آخرها إنشاء قاعدة عسكرية في ساحل الغيضة وتحويله إلى منطقة عسكرية مغلقة أمام الصيادين والمواطنين، وتحويل مطارها إلى معتقل لأبناء المحافظة على طريق تنفيذ مشروعها الرئيس القاضي بمد أنبوب نفطي من صحراء الربع الخالي مرورا بالمهرة إلى بحر العرب. تصعد السعودية في المهرة فيصعد أبناء هذه المحافظة ضد الوجود السعودي، وها هم يلوحون بالمقاومة المسلحة ويطالبون أبناء اليمن جميعا بالوقوف معهم في معركتهم الوطنية. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. في جنيف يناقش مجلس حقوق الإنسان أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، والمملكة ترفض التعاون مع الهيئات الأممية في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وتعتبر أن المطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل هو تدخل في شؤونها الداخلية. موسى عاصي. ونعيد التأكيد، حددت السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان الخطوط العريضة لسياستها في مجال حقوق الإنسان في المملكة، وفيها رفض زيارة المقررين الأمميين الخاصين للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان، رفض إدخال تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب الذي يعده المقررون الأمميون الخاصون واجهة لملاحقة الناشطين والمعارضين والصحفيين. في اليمن تعتبر المملكة أن التحالف الذي تقوده يلتزم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفي قضية خاشقجي رفض تام لأي تحقيق دولي تحت عنوان رفض التدخل بالشؤون الداخلية. وإنما يثار في بعض البيانات والتصريحات الإعلامية من إشارات إلى تدويل بعض الإجراءات المتصلة بهذه القضية لأمر ترفضه المملكة رفضا قاطعا، انطلاقا من وجوب احترام سيادة المملكة واستقلال سلطتها القضائية. عدد قليل من الدول تحدث في الجلسة المخصصة للسعودية، معظمه كان للثناء على دور المملكة الإنساني، فيما مضت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية للرد على التقرير السعودي. ممثل السعودية تحدث عن استقلالية القضاء، وهو أمر مضحك بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني التي تراقب الأوضاع هناك، لأنه يتعارض مع الواقع. أما في مسألة خاشقجي فتقول السعودية إنها وافقت على معظم التوصيات الأممية، في حين أنها لم تسمح للمقررة الأممية الخاصة بالدخول إلى السعودية لإجراء تحقيق خاص. السلطات السعودية تحاول أن تتهرب من التزاماتها، رفضت النقاط الهامة والنقاط الحيوية والجوهرية مثل ضمان حرية التعبير عن الرأي، ضمان التجمع السلمي، الإفراج عن معتقلي الرأي والإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان، ورفضت أيضا التعاون في قضية التحقيق في قضية جمال خاشقجي، ورفضت أيضا التحقيق في قضية تعذيب السيدات. بريطانيا وبلجيكا ذكرتا في مداخلتيهما بمضمون البيان الأوروبي المشترك الذي صدر الأسبوع الماضي، وفيه انتقادات شديدة اللهجة لاستمرار الانتهاكات بحق ناشطي حقوق الإنسان والمعارضين والصحفيين واستمرار اعتقالات عدد من الناشطات السعوديات. قرار السعودية واضح، لن تقدم المملكة على أي تغيير في قواعد حقوق الإنسان لديها، بالرغم من التقارير العديدة التي صدرت خلال الأيام الماضية والانتقادات الموجهة في أكثر من قضية حقوقية، ورغم المواقف الدولية ولا سيما بيان الدول 36. موسى عاصي، جنيف، الميادين. أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن جميع الدبلوماسيين الأمريكيين غادروا فنزويلا، وقال بومبيو أن الدبلوماسيين سيكملون مهمتهم من أماكن أخرى، حيث سيواصلون المساعدة في إدارة تدفق المساعدات الإنسانية ودعم اللاعبين الديمقراطيين على حد تعبيره. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مواصلة موسكو دعمها لكاراكاس، وخلال لقائه نظيره الفنزويلي خورخي أريازا في فيينا، شدد لافروف على أن روسيا تدعم حقوق فنزويلا كمشارك مساو في المجتمع الدولي في موقف غير قابل للتغيير. أما أريازا فأكد إحراز موسكو وكاراكاس تقدما واضحا في العديد من القضايا التي تعملان عليها.
استوقف العمل في فنزويلا اليوم بعد أسبوع من توقفه جراء انقطاع التيار الكهربائي الذي أصاب البلاد بالشلل. الحكومة الفنزويلية أعلنت عودة المترو للعمل منذ الفجر وأكدت انتهاء الأزمة واستعادة التيار الكهربائي بنسبة 100% في كل أنحاء البلاد تقريبا، كما عاد قطاع المواصلات الداخلية والنقل إلى نشاطه. أعلن وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز أن بلاده ستجري تدريبات عسكرية نهاية الأسبوع الحالي تحت اسم أنا كارينا روت. من جهة ثانية قال الوزير الفنزويلي أنه تمت استعادة التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد بنحو كامل، وأشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن الرئيس نيكولاس مادورو قرر أن يستأنف العمال أنشطتهم بدءا من اليوم. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام حق النقد في حال تصويت الكونغرس برفض حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية. وفي تغريدة على تويتر قال ترامب إن الحدود الجنوبية هي مسألة أمن قومي وكابوس إنساني، ولكن يسهل إصلاحه. ويجتمع مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم للتصويت على إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية في إطار محاولاته تمويل الجدار المقترح على الحدود الجنوبية مع المكسيك. تذكير بعناوين هذه النشرة. البرلمان البريطاني يرفض تأجيل بريكسيت وإجراء استفتاء ثان. السيد خامنئي يدعو إلى حشد كل الطاقات والقدرات الإيرانية لإلحاق أكبر هزيمة بأمريكا في تاريخها. بومبيو يعلن مغادرة جميع الدبلوماسيين الأمريكيين فنزويلا. وترامب يهدد باستخدام حق النقد إذا صوت الكونغرس برفض حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية مع المكسيك. الميادين دوت نت للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر بالإضافة إلى صفحات الميادين باللغة الإسبانية. إلى اللقاء.